بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. فيديو اليوم عن كيفية دهان حائط الصالون الواجهة الأمامية، كيف ندهن عن طريق الشريط اللاصق. طبعا بناخذ المقاسات اللي بدنا إياها، 8 سنتي 10 سنتي، أنا أخذت 10 سنتي طول في عرض، 10 في 10 في 10 كما هو موضح في الفيديو. بعدين جبنا شريط لاصق وقمنا بوضعه في على هذه الحيطة، يعني بين كل 10 سنتي عمودي أو متوازي. بناخذ نقطة وبننزل بالشريط اللاصق كما هو موضح أمامنا في صورة الفيديو. وهذا الآن أصبحت الآن واجهة الحيطة تحت الصالون، اللي هي عبارة عن متر في متر أو متر وعشرين في متر وعشرين تقريبا. وقمنا بوضع الشريط اللاصق تمهيدا لدهن هذه الحيطة. طبعا يا جماعة، اللي بده يرسم واللي بده يستعمل فن الأشكال الهندسية على الحيطان أو على الجدران، يعني فن كتير حلو. والآن أصبحت الحيطة الآن يعني جاهزة للدهان بعد ما حطينا الشريط اللاصق. والآن نقوم بدهن الحيطة، بنجيب فرشاية وبنقوم بدهان اللون اللي بدنا إياه. طبعا احنا اخترنا اللون الجملي، واللون الجملي عبارة عن خليط مزيج بين اللون البني واللون الأصفر، يعني بنجيب لونين بنخلطهم مع بعض في لتر ونص أو كيلو تقريبا من الدهان الأبيض اللي هو محطوط في الطشط أو في الدلو. نستعمل مزيج الألوان اللي هو البني والأصفر، بيعطينا لون جملي. ونقوم بدهن المكان اللي احنا حاطين عليه الورق اللاصق لواجهة الحيطة الصالون. طبعا هذه الحيطة متر وعشرين على متر وعشرين. وبعد ما نخلص الدهان، يعني بنخلي الحيطة تجف من الدهان مدة نص ساعة تقريبا، نص ساعة ساعة إلا ربع بالكتير. بعدين نقوم برفع الشريط اللاصق وبيعطينا منظر كتير حلو. تابعوا معانا الفيديو، ما تنسوناش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واختيار الكل وترك تعليق أسفل الفيديو والإعجاب بالفيديو، وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء. والآن نقوم برفع الشريط اللاصق كما هو موضح في صورة الفيديو. وفي الأخير حنتابع مع بعض الصورة النهائية لحيطة الصالون، كيف الدهان مع الشريط اللاصق بيجي روعة، يعني شغل حريف. تقريبا في غزة كل الصنايعية بيعملوا الأشكال الهندسية، في بيعمل ورد، في بيعمل شجر، في بيعمل أشكال هندسية. وهذه الوجهة الأخيرة لحيطة الصالون، يعني نقدر نعمل اللمسة الأخيرة إنه بين مربع ومربع نحط لنا مثلا دائرة.